نموذج إيجابي أكتر زي الصحفي سهل عبد الرحمن، إن هو يلقط صورة إيجابية ينشرها على السوشيال ميديا، الناس تتفاعل معاها، يحاولوا يقدموا مبادرات مساعدات. كمان المسؤولية المجتمعية زي نادي مصر المقاصة، نادي أمبي زي ما الصحفي علي قال، إن هم يحاولوا يساعدوا الناس اللي عندهم حلم حقيقي ونفسهم يحققوه. إحنا فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم برضو موضوع السوشيال ميديا ولكن من زاوية أخرى، خليكم معانا. هذا البرنامج برعاية سميرالدا باي، سيدي حنيش في الساحل الشمالي. اكتشاف من كليوباترا جروب. أجازة في أمان مع فنادق كليوباترا، أجواء خلابة على أجمل شواطئ البحر الأحمر، أعلى مستويات الفخامة والرفاهية. استمتع بأجازتك في مجموعة فنادق كليوباترا بمدينتي شرم الشيخ ومكادي باي بالغردقة. فنادق آمنة رسمياً حاصلة على شهادة فنادق آمنة من وزارتي الصحة والسياحة. تقييم وتطهير الفنادق بشكل كامل ومستمر للحجز أو الاستعلام، اتصل بنا على الأرقام التالية ويمكنكم الحجز عبر موقعنا الإلكتروني. دقت ساعة الجامعة، حلم كل طالب وكل أب وكل أم. صدى البلد جامعات، أحدث الإصدارات المتخصصة من مواقع شبكة صدى البلد، خدمات متنوعة لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد. صدى البلد جامعات، معاك من الثانوية للكلية. هتعرف نتيجتك من عندنا، خريطة الوصول للجامعة والكلية، أحدث الأقسام الجديدة في كل جامعة، الجامعة الخاصة الأنسب لطموحك، منصة جديدة للباحثين عن الدراسة في الخارج والدراسات العليا والباحثين والنابغين. صدى البلد جامعات، لكل أهل البلد. للإعلان على شبكة قنوات صدى البلد يرجى الاتصال على الأرقام التالية. من كل معبد ومن قدام كل تمثال ومسلة، تاريخ شاهد على عظمة أرضنا. صدى البلد، لكل أهل البلد. كليوباترا بالاس الشروق على طريق السويس مباشرة. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا عن تأثيرات السوشيال ميديا. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا عن الجانب الإيجابي اللي ممكن السوشيال ميديا تعمله وتأثر في حياة الناس وتحقق لهم حلمهم، لكن الفقرة دي بقى هنتكلم عن تأثيرات السوشيال ميديا لكن بشكل سلبي. ممكن أي شخص يحب يتشهر، يحب يبقى ترند على السوشيال ميديا، يتصور صورة، يكتب كلمة، يعمل موقف، يعمل مشهد تمثيلي لمجرد ان هو يبقى ترند ويبقى الترافيك عالي جدا على السوشيال ميديا ويجيب لايكس كتيرة ويجيب متابعات كتيرة جدا. للأسف النماذج دي منتشرة جدا الأيام دي. يمكن من كام يوم كان في حديث على السوشيال ميديا للمشهد لشاب كان راح تحت بيت بنت قال ان هو مرتبط بيها وحاول يفضحها ويفضح علاقتهم مع بعض، وللأسف أهان والدها ووالدتها بشكل سيء جدا.
وناس تفاعلت مع المشهد ده، لكن اللي عجبني في الموضوع ناس هجمته وقالوا ان هو ما ينفعش يعمل كده حتى لو كان مرتبط بالبنت دي وهي سابته وراحت اتجوزت او كتبت كتابها على شخص تاني وعايزه تبدا حياه جديده. لما وسائل الاعلام حاولت تتكلم مع الولد ده وهجمته، قال يا جماعه ده كان مشهد تمثيلي، ولا في بنت انا مرتبط بيها، والبيت ده بيته ودول والده ووالدته اللي كانوا واقفين في البلكونه بيبصوا له، وانه ده مجرد مشهد تمثيلي وشيء مختلق من عنده. حتى كان ليه مبرر للموقف ده، ان هو عايز يوصل رساله وانه ليه دور في السوشيال ميديا، عايز يقول للناس يا جماعه انه اي شاب لما بنت تسيبه ما يعملش كده، وان الموقف بيبقى وحش جدا، وان البنات تحاول تبقى متحفظه على او في علاقتها مع الشاب اللي تبقى مرتبطه بيه. يمكن يكون المبرر ده مبرر غير منطقي بالمره، لانه زي ما ممكن الناس يبقى ليها عبره للموقف ده، في ناس تانية ممكن تنبهر بالموقف ده وتقول انا ممكن انا اتجرحت في علاقه، ممكن اروح اذي البنت دي وارد كرامتي، وللاسف ممكن ناس كتيره تقلده. في ناس زي ما قلت لكم بتبقى عايزه تتشهر قوي على السوشيال ميديا، فبيحاولوا يعملوا فضيحه، يحطوا صوره ملفته جدا على السوشيال ميديا تستفز الناس، تستفز مشاعر الناس، تبقى ضد تقاليد وعادات مجتمعنا. يبدا الترافيك يعلى، الناس تتكلم، الشخص ده يتشهر وفعلا يبقى عنده فولورز كتيره، لانه زي ما بيقولوا دلوقتي الفولورز هي عمله الزمن ده، وان السوشيال ميديا هي وسيله الشهره اللي ممكن الواحد يحقق احلامه من خلالها. لكن هل الشخص اللي بيحاول يتشهر من خلال السوشيال ميديا هل بيكمل؟ هل بيبقى الناس تفضل تتكلم عنه، ولا بيبقى يومين ثلاثة والناس بتنساه وبتتشغل في قصة تانية ومشهد جديد على السوشيال ميديا؟ الحقيقة انه ناس كتيرة قوي الفترة اللي فاتت اللي حاولت تتشهر بالطريقة دي للأسف كانوا يومين الناس كانت بتتكلم عنهم واتنسوا، ولما بيجوا ناس تفتكرهم بيقولوا ما هو ده كان صاحب الصورة كذا او صاحب الفضيحة كذا، وبتبقى دايما موصومين بحاجة سلبية هتفضل طول عمرها ملازماهم. ده تأثير السلبي للسوشيال ميديا. عشان كده احنا بنقول انه لا، لو عايز تبقى مؤثر، تبقى انفلونسر، تبقى بلوجر، ممكن، لكن بشكل ايجابي. عندك رسالة هادفة قدمها على السوشيال ميديا، عندك محتوى محترم ممكن تقدمه، ليه لا؟ لكن السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي مش وسيله ان احنا نفضح بعض، او ان احنا نلقح على بعض بالكلام، او ان انا عايزه اتشهر فاطلع بفضيحه حتى لو هي مش حقيقيه. طول عمرنا كنا بنقول للناس لازم تحافظ على سمعتها وعلى صورتها وعلى شكلها، وكان اللي يطلع على الاعلام او يطلع من خلال الانترنت كان دايما نموذج ايجابي، شخص مؤثر فعلا بيحاول يوصل للناس خبرة حياته ودراسته اللي درسها طول عمره. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي بقينا نشوف العكس، الشخص ده او اللي بيحاول يتشير على السوشيال ميديا الموضوع بيتقلب ضده، لانه الناس ما بقتش تسكت زي الاول. ممكن كانوا يعترضوا على السوشيال ميديا، لكن بقى فيه زي ترند، هجوم على صاحب الصورة. الولد ده اللي عمل المشهد التمثيلي يمكن ناس كتيرة جدا هجمته، واللي عجبني انه الولاد هجمته اكتر من البنات وقالوا له ما ينفعش انت حتى لو مرتبط ببنت استر عليها وما تأذيهاش وما تفضحهاش، لان ده ممكن يترد لك في حياتك الشخصية. عايزين نعرف اكتر رأي السادة المشاهدين في الموضوع ده وفي تأثيرات السوشيال ميديا. هنبدأ بآية معانا على التليفون. يا آية ازيك؟ ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. حابة أعرف منك يا آية، يعني أنت بتستخدمي السوشيال ميديا بشكل زايد عن اللزوم ولا أنت معتدلة؟ بتحبي الترندز اللي بتطلع على السوشيال ميديا، وإيه رأيك في الفضايح اللي كل يوم بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي؟ لا بصي، هو أنا استخدامي للسوشيال ميديا بيقل، يعني بيقل كل فترة عن الثانية بسبب حوارات الترندات، وإن كل يوم نمسك حد ونقعد نقطع في فروته ونجيب أصله وفصله ونجيب له صور قديمة ونجيب ونعمل وبتاع. بجد الناس على السوشيال ميديا بقت بتستخدم السوشيال بشكل مرضي، على قد ما تأثير السوشيال ميديا ساعات بيبقى كويس وبيبقى ليه عائد إيجابي. زي الولد اللي هو كان انتشرت صورته وبيتمرن زي الناس يوسف، ورخده في حاجات بقى تانية وحشة قوي، وبجد بجد ان احنا نقعد نجيب مثلا خاصة الفنانين ونقعد نجيب حكاياتهم ونقول بقى نطلع عليهم اشاعات ونموت ناس ونحيي ناس، او نتكلم على حد بشكل لدرجة انه لو مثلا حادثة زي حوادث التحرش مثلا
او ولد يتكلم على بنت او بنت تتكلم على ولد، بننسى ان في اهاليهم، وبننسى ان ده ان هم عندهم اب وام واخوات. صح. يعني الموضوع بيبقى بصراحه بشع، وبشوف ان الناس كمان بتكتر قوي في الكلام، ونقعد بقى 3 4 ايام او كل يوم نفتح نشوف ها هنعمل ايه النهارده، نتكلم على مين. لا الموضوع مؤذي قوي وضاغط للناس، يعني طول الوقت كده في حاله سلبيه على السوشيال ميديا بتخلي الناس، او انا واحده منهم يعني، بحس انه لا انا ايه الطاقه السلبيه اللي نطت في وشي دي، لا انا مش عايزه. فلا، وعدد ساعات اللي انا بقضيها على السوشيال ميديا خاصه من فيسبوك قلت كتير عن الاول يعني. بكتير جدا. كل فتره الاقيني بحب ان انا ابعد شويه، ممكن اقفل اكونت شويه، ممكن اقعد طول النهار ما امسكش موبايلي، يا دوبك ارد مثلا على رسائل بسيطه. لان فعلا الطاقه السلبيه دي بتاثر حتى على حياتنا يعني. يمكن من السلبيات بتاعه السوشيال ميديا ايه، هو انا كنت بتكلم وبحكي قصه الشاب اللي حاول ان هو يعمل مشهد تمثيلي ويفضح بنته وهي اساسا مش موجوده ولا هو كان مرتبط بيها. يعني هو دي موضوع بالنسبه لي مستفز جدا، لان انا كنت فاكره اصلا الموضوع حقيقي لفتره يعني طويله، يعني انا حتى ما شفتش ان هو طلع قال الا من قريب. فانا مستفزه جدا. اولا انا واحده من الناس اللي صدقته، وكنت عندي طاقه غضب شديده جدا، انت ازاي تعمل كده؟ وفي نفس الوقت هو بيقول، هو اولا انا ما فهمتش هو فين التمثيل في الموضوع، وفين المسج اللي انت عايز توصلها لنا بالظبط. وانت عايز مننا ايه؟ يعني انت عايز من الناس ايه؟ انت عايز تتشهر ليه؟ وفي ايه فكره الشهره؟ يعني انا دلوقتي اصلا لو انت اتشهرت هتتشهر ان انت بني ادم مش كويس وبتشهر ببنات الناس. صحيح. فانا مش فاهمه، هو يعني وجهه نظره كانت ايه؟ خاصه ان هو عمل مؤذي. يعني هو حتى لو حد حب يقلد المشهد ده او جات له فكره من اللي هو قاله، يعني منتهى الاذى ومنتهى عدم الاحترام ومنتهى سوء الاخلاق بجد، حاجه بشعه قوي ان هو يطلع يقول كده. خليني اتكلم معاكي يا ايه، يمكن انا قلتها برضو، هو المبرر بتاعه معرفش دي حقيقه ولا هو كان بيحاول يطلع من الموقف ده، ان هو عايز يوصل رسائل للبنات وللولاد، ان هم ما يعملوش كده ببنت كانوا مرتبطين بيها، وللبنات ان هي تخلي بالها. بس يعني مش مقنع برضو. انا مش مقتنعه بالسبب ده، وشايفه ان هو اصلا يعني عنده 100,000 طريقه ايجابيه ولذيذه ان هو يعمل مشهد زي ما هو عايز من غير ما يعمل تصرف انا شايفاه قليل الادب. قليل الادب، وبجد يعني هو كمان اخذ هجوم وشتايم وضر اهله، وبجد عمل حاجات وحشه قوي. يعني هو كان عنده سبل كتير، اطلع اتكلم في فيديو مفتوح وخلاص. صحيح. طيب ايه بالنسبه للناس اللي بتحاول تتشهر باي طريقه على السوشيال ميديا، حتى لو هم ما عندهمش اي فضايح، بيختلقوا فضيحه ويعملوها لنفسهم على السوشيال ميديا، او مثلا يحطوا صور مستفزه جدا على السوشيال ميديا عشان يلفتوا النظر؟ بصي، وانا كنت صادفت قصه كده مريبه قوي، يعني شفتها على السوشيال ميديا، بنت متجوزه ومطلقه وعملت خطوبه فيك لولد مشهور انفلونسر علشان يحصل لها، يعني الناس تجي لها تعمل لها فولو هي كمان، ولما تعمل لها فولو نسبه الفولورز هتزيد وهتكسب. وهو طلع بعد كده قال ان هو كان تعاطف معايا عشان هي بنت جدعه وحاول يساعدها ومش عارف ايه، وتمام بيعملوا حاجات على التيك توك تقريبا. فانا شفت، انا شايفه ان الموضوع اتحول لموضوع تجاري جدا، والناس بقت الفولورز دي زي سلع او حاجه كده بتكسب عليها فلوس. بيقولوا ان هي عمله الزمن دلوقتي. بالظبط كده، يعني هي الفولوور بيساوي فلوس، قيمه فلوس معينه. والموضوع المشكله ان هو بقى ملوش سكه معينه بقى في كل حاجه. الناس اللي بتطلع تقعد تعمل تحديات الاكل، الناس اللي بتطلع تعمل حاجات، يعني في بقى ناس يعني ايه دابت وسط الناس دي ممكن تكون كويسه، يعني ممكن حد يكون بيقدم رساله او دكتور بيقول النصايح بشكل كويس، او ممكن تدوب بقى في الزخم ده والدوشه دي والاستغلال اللي بشكل سيء للناس. لكن يعني ايه، يمكن الولد، انا مش عارفه يعني صححي لي الموضوع ده برضو، يمكن الولد قال انه كان بيساعد البنت عشان عدد الفولورز عندها يزيد وتبقى ترند برضو، هل ده صحيح؟ هي يعني هم طلعوا في فيديو بعدها وقالوا ان هو بيساعدها عشان هي الراجل اللي هي كانت متجوزاه وسايبه عيالها وهي مش لاقيه تصرف على عيالها منين وكده، فهو حب يشوف ان هي شخص مكافح فحب يساعدها. انا مش عارفه هو بيساعدها في ايه، وانه الفولورز يعني انا عن نفسي ما عملتلهاش فولو ولا عملت له فولو، يعني شفت الفيديو بالصدفه ومش حسيتش ان انا عايزه اعمل لهم هما الاثنين فولو.
في ناس بقى تانية ممكن تكون مستواها التفكيري اقل مني بكتير او من او منك او من غيرنا فيعملوا فولو، وده اللي بيخلي يبقى الفولوورز عندهم فلوس. يمكن اللي بيعمل توعيه كافيه وبقى اي حد يدخل يعمل اي حاجه، فاعتقد صحيح. ان ده كمان يمكن اللي بيعمل ترافيك اكتر هو المراهقين، هم دايما اللي بينبهروا بالفولوورز وبالبلوجرز والانفلونسرز على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. بشكرك جدا يا ايه، نورتيني. احنا معانا برضو يوسف على التليفون، نعرف رايه. يا يوسف ازيك؟ الو، ازيك يا يوسف؟ تمام، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه رايك على الترند اللي بيحصل على السوشيال ميديا، تحديدا بقى الفضايح، المشاكل، الصور المستفزه اللي بتبقى على السوشيال ميديا؟ بص، يعني خلينا متفقين ان اي حد دلوقتي سهل يبقى ترند. فهم الناس بتشوف ان الموضوع بقى سهل جدا، وسهل اي حاجه يتعمل لها شير، وسهل اي حد يشوفها يتنقلوها بين بعض. فبقى اي حد ممكن يعمل اي حاجه تنتشر في وقت قليل جدا. لكن احيانا حاجات بتبقى لطيفه، وفي احيانا حاجات بتبقى زي ما احنا شفنا كده. زي ما احنا شفنا، ويمكن انا اتكلمت عن الشاب اللي حاول يعني يعمل قصه مختلقه ان هو يفضح بنت كان مرتبط بيها، وفي الاخر طلع ان القصه دي ملهاش اي اساس في الواقع. بالظبط، هو بيلاقي الموضوع دخل في الجد، بيقول لا ده كان هزار، ده كان مشهد تمثيلي، ده كان هزار، يعني اي حاجه كنت بعملها انا واصحابي، ده الموضوع مش بجد. او ما يلاقي نفسه ان هو خلاص بقى يعني في قلق في الموضوع. بس من وجهه نظرك كولد، يعني لما تشوف واحد زي ده عمل موقف وهو بيحاول يفضح بنت، سواء هو قصة حقيقية أو قصة مختلقة، قابلت ده ازاي؟ رد فعلك كان عامل ازاي؟ يمكن في ناس مش لطيف خالص. بالظبط، يعني يمكن في ناس بتتفرج على الموضوع ممكن تنبهر بالشاب ده ويقلدوه. لا، تنبهر بإيه؟ هو الموضوع ما فيهوش أي انبهار. ما هو دي من زاوية سلبية جدا. يعني هو حتى البوست لما أنا شفته أصلا كانت كل الكومنتس اللي نازلة عليه إن ازاي حتى الناس اللي في الشارع سمحوا له إن هو يعمل كده. صح. جيران البنت مثلا، الناس اللي موجودين عموما، الموضوع من باب يعني ما بالأدب نفسه، اللي هو انت ازاي اصلا حتى دي مهما كانت عملية.